احنا معانا ايضا يعني خبر مهم دلوقتي برضو حابين حضراتكم تعرفوه ونعرف تفاصيل عنه اكتر. لاول مره في مصر مستشفى القصر العيني تقوم بعمليه انقاذ لمريضه بفيروس كورونا بتوصيلها على جهاز الاكمو الرئه الصناعيه بعد فشل اجهزه التنفس الصناعي العاديه. ده طبعا حدث مهم جدا لازم نعرف تفاصيل عنه اكتر، وفعلا هيعرفنا تفاصيل عنها اكتر معانا على الهاتف الاستاذ الدكتور اكرم عبد الباري، استاذ طب الحالات الحرجه بكليه الطب القصر العيني ورئيس جمعيه الاكمو الدوليه. الو، صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير، اهلا بحضرتك. يوسف، ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا دكتور. الحقيقه طبعا يا دكتور يعني ده خبر مهم جدا، ويعني الحقيقه طبعا يعني في ناس ممكن ما تكونش سمعت عنه او ناس سمعت عنه بس مش عارفه التفاصيل اكتر. حابين يعني نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر عن الحاله، وخصوصا كمان يعني موضوع جهاز الاكمو ده حضرتك نعرفه اكتر، وهل يعني ده استخدم من امتى بالظبط؟ صباح الخير على المشاهدين جميعا. هو بس تبسيط كده للموضوع. في الطبيعي الرئه بتقوم باكسده الدم وتنقيته من ثاني اكسيد الكربون، ودي حاجه شغاله 24 ساعه. في حالات اصابات الرئه بالفيروس او بالبكتيريا او باي مرض، ساعات بنحتاج ان احنا ندي اكسجين بكميات كبيره برضو عن طريق الرئه علشان نعوض المشكله دي، وده بيتم بطريقه التنفس الصناعي التقليدي. لما بيحصل ان اكتر من 90% من الرئه بتصاب، ساعتها بنحتاج ان احنا ناخد دم المريض بره الجسم باستخدام مضخه، ونعديه على او نمرره على رئه صناعيه بحيث ان هي تقوم بوظيفه الرئه وترجعه تاني للمريض. هو ده بقى جهاز الاكسجه الغشائيه او الاكمو. وهو طبعا عندنا في مصر من 2014 في القصر العيني بوحده الدكتور شريف مختار، وبنستخدمه في طبعا كرئه صناعيه، وكمان بيستخدم في حالات ضعف عضله القلب الشديد كجهاز مساعد للدوره الدمويه في حالات اللي محتاجه قسطره او دعامات او جراحات معقده، ولا حالات اللي هي ما كانش بينفع نعملها الحاجات دي قبل كده. هو دكتور جهاز الاكمو ده يعني متواجد بقاله فتره كبيره يعني ولا لسه يعني قريب؟ دخل مصر من 2014 من سنين يعني. طيب لو جينا اتكلمنا عن حاله المريضه اللي تم انقاذها بجهاز الاكمو، هي الحاله طبعا كانت وصلت لايه علشان يستدعي انها نستخدم لها هذا الجهاز؟ هو فيروس كورونا عمل لها اصابه شديده في الرئه. أكثر من 90% من الرئتين حصل فيهم إصابة، فجهاز التنفس الصناعي التقليدي ما بقاش نافع. كان لازم إن احنا نعمل الخطوة دي إنقاذا لحياتها، فتم نقلها القصر العيني الفرنسي، وما عملنا الحكاية دي هناك الحمد لله. فاكرة بقالنا دلوقتي 4 أيام ومنتظرين إن الرئة تتعافى إن شاء الله علشان نستغنى عن جهاز الأكمو والتنفس الصناعي. يا رب ان شاء الله. طيب يعني اختم مع حضرتك يا دكتور، هل هذا التقنيه او هذا الجهاز يعني يستخدم بشكل فعال في الفتره القادمه، وخصوصا في الحالات الصعبه اللي بتوصل لهذه المرحله يعني بسبب فيروس كورونا؟ ممكن ده واحد من اجهزه دعم الحياه، يعني هو نفسه مش علاج للحاله، انما هو بيحافظ على المريض لغايه لما الرئه تخف او تاخد وقتها وتخف ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا دكتور، واحنا بنتمنى طبعا كل الشفاء للمصابين، وربنا يعدي الازمه دي على خير. وطبعا لما يكون في حاجه زي كده بتدي امل يعني للناس، وان شاء الله يعني هذه الازمه تعدي على خير يا رب ان شاء الله. وطبعا كل الشكر والمجهود لحضرتك طبعا لانقاذ هذه المريضه، ويا رب يشفي كل مريض يا رب. انا بشكرك جدا الاستاذ الدكتور اكرم عبد الباري، استاذ طب الحالات الحرجه بكليه الطب القصر العيني ورئيس جمعيه الاكمو الدوليه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا.